يوسف الخطيب أو العقيد سحسان آخر قائد للولاية الرابعة التاريخية في شهادة هي الأولى من نوعها. تفاصيل دقيقة وغير معروفة عن ثورة نوفمبر، معركة الجزائر الشهيرة، استشهاد علي لابوانت، والقبض على يوسف سعدي. للعقيد سحسان روايات أخرى، قصة قائد عسكري كان مع الثورة فانقلب عليها وكون جيشا موال لفرنسا. تفاصيل مؤامرة لابلويت وكيف قام عمروش بإعدام مئات من المجاهدين بتهمة الخيانة العظمى. قصة العقيد سي صالح زعموم الذي اتهم بمفاوضة ديغول فيما يعرف بقضية إليزي. تفاصيل أزمة صيف 1962 وماذا وقع قبيل إلقاء القبض على العقيد شعباني وإعدامه. بنبلة، بومدين، بوتفليقة، الطاهر زبيري وآخرون، أسماء وقصص وأحداث يسرد لأول مرة تفاصيلها العقيد سحسان. تفاصيل ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 وشهادات ومعلومات تكشف لأول مرة عن عشرية الجزائر السوداء. هذه التفاصيل وأخرى تتابعونها في برنامج صنع الحدث على مدى حلقات عديدة مع العقيد يوسف الخطيب قريبا على قناة البلاد.